عايز اكلمك في نقطه يعني برضو مهمه. من خلال مشوارك مع النادي الاهلي انت خدت بطوله، لكن يعني البطوله دي كان فيها منحنى شويه، اصابات كتير، احنا كان عندنا فتره توقف طويله في كورونا. عايز اعرف كمان، وانت بما انك انت ان شاء الله هتبقى مدرب كبير قريب، تعمل لنا يعني مش مقارنه، لكن النادي الاهلي مش من الانديه بتغير مدربين كتير، لكن فايلر وموسيماني انت برضو شفت الاثنين برؤيه بقى احمد حسن دروجبا المدير الفني ان شاء الله في المستقبل، شفتهم هما الاثنين ازاي؟ والله يا كابتن بص، هو يعني انا شايف ان الاثنين ادوا دورهم بشكل كويس جدا، بس فايلر زي ما تقول برضو يا كابتن جاء كان في الفتره اللي هي اصعب، اللي هي فيها التحدي الاكبر. كل الانديه قاعده، كل الانديه ما حدش عارف في دوري او ما فيش، حتى اللعيبه حتى الناس ما كانتش بتتمرن. يعني انا عن نفسي انا قعدت 4 شهور في البيت، طبيعي ما نزلتش، ما كناش بننزل. لما جينا ننزل بدانا يومين في الاسبوع، فالفتره بتاعته انا شايفها كانت صعبه. بس فتره التوقف دي كنت بتعمل ايه؟ يعني هل كنت مثلا دائم التواصل مع الفريق؟ كنت بتحاول ان انت تدربهم حتى لو عن طريق الاونلاين مثلا، ولا لا التوقف جه معاه توقف في كل حاجه؟ كان توقف في كل حاجه طبعا، فعلاً. ما كانش في اي اتصال خالص بيننا وبين اللعيبه او بين اي حد خالص. كل ما نيجي نكلم حد ما حدش عارف حاجه، ما حدش عارف في دوري، ما فيش دوري، الموسم هيكمل مش هيكمل. فكان الدنيا برضو كانت الامور صعبه، يعني لولا فصل الصيف دخل برضو ديت خلت الدنيا تمشي شويه. بالظبط يا احمد، بس خلي بالك برضو جزئيه مهمه جدا، ان يعني احنا كان معانا بعض اللعيبه هنا وكان معانا الناس اتكلمت، ان هو كان جزء مهم جدا من اداره فايلر للموضوع ده، ان كان في اهتمام واضح جدا منه ومن المساعدين بتاعه، ان لا ان في تدريب اونلاين والناس بتنزل تتمرن على قد ما تقدر بشكل طبعا ولو ساعه سيفتي يعني في الموضوع. وده خلينا نتكلم، ان مش هقول لك ظهر في اول مثلا اسبوعين ثلاثه بعد عوده الدوري، لكن ظهر بشكل كبير جدا في الاسابيع الاخيره من الدوري وفي في مباراتين الوداد، ان الشكل الجيد اللي ظهر بيه النادي الاهلي على المستوى البدني كان رائع. يعني طبعا يا كابتن، بس برضو مهما كان انت بتتمرن كام تمرين في الاسبوع، وفي فتره كورونا بتتمرن كام؟ لا انا بتكلم يعني على الاقل كان في شويه حركه، لكن انت بتتكلم ان بايلر كان عنده المهمه الاصعب، ان اهل اللعيبه في فتره هو أصعب. جاي على بطوله يا كابتن، هو جاي نادي كبير، مش يعني في انديه اصلا ما كانتش بتنزل تمرين. يعني في انديه كانت قاعده خالص، حتى مديرين فنيين مصريين ما كانوش بيشتغلوا خالص. ده صحيح. ده واحد جاي برضه اجنبي وجاي عايز ياخد بطوله، وعارف ان النادي الاهلي نادي كبير، مش رايح نادي وخلاص. صحيح. فمطلوب منه مهمه لازم يأديها. مظبوط. وعامه يا كابتن حضرتك انت برضو عشت في اوروبا كتير، الناس ديت اكيد ما بتهزرش، يعني ما عندهاش حاجه اسمها راحه، الشغل شغل والوقت الراحه بيبقى راحه.